فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات، أتقدم بداية بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته القيمة بالدعوة إلى هذه القمة استجابة للظرف الاستثنائي الذي يمر به قطاع غزة وسياساته الهدامة على المنطقة حالاً ومآلاً. إن الوضع الراهن في المنطقة كارثي بكل المقاييس، فما يتعرض له المدنيون العزل ينافي كل القيم والمبادئ ويصادم مرتكزات الوجدان البشري الفطري بما يشهده من تدمير وحصار وجرائم صارخة ضد الإنسانية، يمثل مستشفى المحمدان إحدى أفظع صورها. إن استمرار هذا الوضع ينذر بفوضى عارمة في الشرق الأوسط بمجمله، لا يمكن التنبؤ بمآلاتها ولا بحجم آثار مفاعيلها السلبية على المنطقة ككل والعالم بأسره. وتستدعي خطورة الوضع القائم بإلحاح هبة قوية من الجميع وبذلا لكل الجهود الممكنة من أجل تداركه، فلا بد من الإسراع في إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإعادة تأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء ووقود، كما لا بد من العمل على إقرار وقف فوري لإطلاق النار يؤمن إنسيابية حركة المساعدات الإنسانية ويتيح فرصة للعمل على استعادة الأمن والاستقرار. وإنما تشهده هذه المنطقة من عنف وكوارث ليس إلا نتيجة حتمية وعرضا من أعراض الإشكال من أعراض الإشكال المركزي الذي يعصف بأمنها واستقرارها منذ عشرات السنين، والمتمثل في عدم إنفاذ حق الفلسطينيين في إقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. لقد آن الأوان لأن يقتنع الجميع بأنه لن ينعم أحد في هذه المنطقة بسلام أو أمن مستديم إلا بقدر ما ينعم الآخرون به. فالسلام كما الأمن لا يحرز بكسب معركة أو الانتصار في حرب، إذ دوامه مشروط بشموله الجميع. ولذا يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي بمجمله العمل بجدية وعزم وصدق إرادة لإيجاد حل تقوم بموجبه دولتان فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام. وإن أسس هذا الحل موجودة في قرارات الشرعية الدولية وفي المبادرات السياسية كالمبادرة العربية، ولن ينتظم للمنطقة بدونه أمن ولا استقرار. وإنني إذ أتطلع أن تساهم هذه القمة في الإسراع بتدارك الوضع الكارثي في قطاع غزة وفي الدفع باتجاه قيام حل الدولتين، لأرجو لأعمالها كل التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.